هي ايدك؟ ضربني ابو الشقه بين على الدخانه يعيد. اها. الساعه 2 بالليل. ايه. ايش قد عمرك انت؟ عمري 12 سنه. الله ينصركم ان شاء الله. زين ابو الشقه ما شافك عمرك صغير كذا؟ ما يعرف حتى لا عمر صغير. ما عندهم رحمه نهائيا مو؟ كل رحمه ما عندهم. مره اثنين ساعه اثنين البارحه شوها وجهها كله بلما سبروا. رجعونا لهم شو وجهها كله الوضع. ما عندهم لما لا عندهم شنو ذولا تابعين للدولة شنو؟ عرضهم يبيعون هذول على مود الفلوس. هو سألته قلت له ايش قد راتبك؟ يقول لي 3 ملايين. ايرانيين وفرات. هنا ضربني يعني لا اقدر يتشرب ولا يلا ان شاء الله ان شاء الله. ضربني الدخانية طخت ايدي ورجعت ايدي. يعني زين ما جت ببطني لا جت ببطني كان طابع عليك. يلا الحمد لله على سلامتك حبيبي والنصر قريب ان شاء الله لكم زين وهاي كلها 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 الزول حبيبي.